سي محمد القرقاش باعتبارك غيور ومشجع فريقي للناظور، تسمى ما مش توريد الرئاسة الشرقاوي، تسمى ما توريد انه تنشل الاكل الى الناظور، ما ذي المحل نسمع عليه انه البطولة القسم الجو الاول في ود غاون كارونس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا الشيء جاري وحا نهارا ومي دخل الجامع العام مثالي بكل الامتيازات بكل صراحة، مش غادا شي نيض، نتمنى ديك شان حاجة، ولكن على حساب الأصداء إذا غادي يوضن، على حساب الطشن حاجة غادي يوضن لأنه هادي النوال صراحة، ولكن نتمنى ديك كلمة في الوعد مش يوك شي الجمهور، نتمنى ثانيا هاكي شي كلمة ديال المكتب وناس أكفاء، ولكن بكل صراحة الماضي يتكلم، الماضي السوال شفنا تواريخ أنه يعني ما يحج في النفس أن الفريق شوا فيهم غي كيبويات الفنديش بعض يعني إني دارسون يعني المصالح إنسان إني يخشنا قاعد الخعراني ودان خعران الجمهور بل من خص غادي ندير يوذان هلاليين اقليما الرؤساء السابقين اقليما نقرس الكات سويت جد سويت كان تحمل سويت جاراو كان باش الشويا سكيبو يا غزات انا بكل صراحه قال هي لقد كنديت بقى ماشي الوينات كيخشن كفوش كفوش باش نويا غزات نير انا وتهجم يعني الهلال الذي ويا غزات بكل صراحه اينين ونشقى غير بعض السلهبيه قاين ديال الفريق الهلال الرياضي النظر بعد في كيبو بعد في كيبو يا شتي كيبو دي ويا على خير وبخير بعد لان بكل صراحه قد كنيو يا تشن كيبو يا كنيو لي عن الهلال كنيو اذا شني قلب بالبلاي الهلال وكنيو تو غادي ني بعد في كيبو يا الله يرحم والديك. والسلام عليكم ورحمه الله.